أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث مع أفضل سادس دور في سنة 2011، وإذا كنا قد أعجبنا بالدور العاشر في 2011 فما بالك بالدور الحائز على المرتبة السادسة. إنه دور ولا أحلى ولا أجمل ولا أفخم، ففي بطولة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت أوبن المنعقدة في موسكو. وفي الجولة السادسة تقابل الجراند ماستر فاسيلوس كورتانياس، وهو الحائز على بطولة اليونان 10 مرات، ومثل قبرص في بداية القرن 21 ثم عاد مرة أخرى ليمثل اليونان أمام البطل الصيني الموهوب جراند ماستر شيو ديشون، وهو الحائز على أكثر من ميدالية ذهبية مع فريق الصين في أولمبياد الكبار والناشئين وأيضا الأمم الأسيوية. ولكن كان هذا اليوم هو يوم عثرة، فقد تألق الجراند ماستر اليوناني كما لم يتألق من قبل. وعندما حللت هذا الدور جاء في ذهني المثل المعروف أعطاه الحبل لكي يشنق به نفسه. ولكن لماذا هذا المثال ولماذا هذا الدور ذكرني به؟ هذا ما سنراه، وتذكروا هذا الموقف الخالد. كورتانياس بالأبيض وبدأ E4 ورد ديشان C5 الدفاع استقلي، نايت F3 D6 D4 CD4 نايت G4 نايت F6 نايت C3 A6 تفريع ناشدورف بيشوب G5. وهنا عادة الأسود بيلعب نايت C6، ولكن ديشون فضل نايت D7 بيحمي الحصان، وفي نفس الوقت بيتحضر للعب الوزير للB6 ويدخل في تفريع البيدة المسموم. ولكن هذه النقلة عيبها انها بتغلق الطريق على الفيل للتعبئة. وبعد F4 E5 بيهاجم الحصان، جاء السؤال الاول، الحصان الى اين يذهب؟ من المعتاد ان الحصان بيرجع للB3 والاسود بيكمل بيشوب E7 ويبيت ولا توجد اي مشاكل. ولكن اليوناني بدأ المشاكل بنايت F5، بيستغل ان الفيل مغلق عليه بالحصان، ودلوقتي لو الاسود لعب كالمعتاد بيشوب E7 هيترك بيدة G7 بدون حماية، والابيض هياخده بتشيك. وايضا الابيض طالب بيدة D6 بالحصان والوزير. على اي حال الاسود كمل في خطته المعتادة بكوين B6 بيحمي البيدة وطالب البيدة المسموم، والابيض ممكن يحميه بنقلة زي الروك B1، ولكن عادة الابيض بيتركه وبيلعب كوين D2، وبعد اخذ البيدة بيلعب روك B1 والوزير بيذهب للA3 حامي بيدة D6، ولكن الوزير معزول على جانب الرقعة، وفيل الاسود هيتأخر في التعبئة لانه بيحمي بيدة B7، لكن ده هو تفريع البيدة المسموم. الاسود بيفوز ببيدة امام لعب نشيط للابيض. ولكن اليوناني ملعبش الكوين D2، انما لعب نقلة عجيبة كوين F3، وبكده ما بيتركش بيدة فقط ولكن بيترك بيدقين، لان بعد كوين B2 طالب الرخ، الرخ بيذهب للB1 والوزير بياخد بيدة C2. لاحظ ان الوزير لو كان على D2 كان حامي هذا البيدة، ولكن ده مش اخر المشاكل لان الاسود بيهدد بالتهديد الخطير نايت E4، والوزير لو اخد الحصان الاسود هياخد سعيدا الحصان بتشيك، والاسود له 3 بيادق زائدة.
إذن لابد للأبيض من حماية بيدة الإي 4 بنقلة زي النايت جي 3، ولكن كوترونياس لم يعبأ بالبيدة بل كمل تعبئته بغرابة ببيشوب سي 4. والأسود بالطبع أخذ البيدة، وليس ذلك فقط بل طالب الحصان اللي لا يستطيع التحرك وأخذ الحصان، وإلا حيترك الرخ بتشيك وحتسقط رخ أخرى. وفي نفس الوقت لو الوزير أخذ الحصان حياخد الحصان بتشيك وهكذا. وكوترونياس لم يعبأ مرة أخرى حتى بتضحية حصان وكمل بكسل، ويبدو أنه بيمد الحبل للأسود لكي يشنق به نفسه كما سنرى في النهاية. على أي حال الأسود ممتنا أخذ الحصان، طالب الفيل وطالب تكسير الوزيرين، والأبيض أخذ الحصان، وأصبح الموقف الأسود متفوق بثلاث بيادق ولا يوجد عليه أي خطر، ولكن ميزته الوحيدة أنه أكمل التعبئة، ملكه في أمان ورخينه مترابطين، بينما ملك الأسود ما زال في المنتصف وقطعه ما زالت في أماكنها الابتدائية، وأيضا الحصان بيعوق تعبئة الفيل، لكن ده لا يهم أمام ثلاثة بيادق، بل والأسود بدأ في التمدد بنايت سي 5 طالب الوزير اللي حامي الفيل، ولو الوزير تراجع حيخسر الحصان المصوب عليه بالفيل والأبيض في ورطة. فلو لعب مثلا كوين دي 5 على أساس أن طالب المات هتكون نقلة كارثية، لأن الأسود حيزود آلامه ببيشوب إي 6 طالب الوزير ومن وراءه الفيل، والنقلة الوحيدة هي نايت دي 6 تشيك، لكن بعد بيشوب دي 6 كوين دي 6 طالب المات الأسود حيدافع ببساطة بكوين دي 4 تشيك ويتم التكسير، والأسود لا يشكو من شيء بل في افضل حال وفي طريقه للفوز. ماذا يفعل الابيض في هذا الموقف الشائك؟ ده سؤال عليك الاجابة عليه. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. بيشوب اف 7 تشيك، وبيضحي بقطعة اخرى، يبدو انه مهرجان للتضحيات، والملك اخذ الفيل، وهنا بدأت الاسئلة تكون اكثر صعوبة بعد كوين دي 5 تشيك. وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. الابيض رغم تأخره بقطعة وبدائين الا ان قطعه مستعدة للانقضاض على الملك، ولابد للاسود من الرد بحذر. وبعد الدور وجد ان افضل نقلة للاسود هي التراجع بالملك للاي 8، وما زال طالب الحصان، لكن الابيض عنده حلول كثيرة باف اي 5 بيحمي الحصان وبيفتح العمود، ومربع الاف 7 اصبح شائك للغاية، وايضا الابيض بيهدد بروك اي 1 وبيضع الرخ على نفس العمود مع الملك، وطالب ياخد ويكشف كش، والاسود موقفه سيء لكن يستطيع التماسك ولو قليلا. لكن في الدور الاسود وجد حل اخر ببيشوب اي 6 طالب الوزير، ولابد ان يبتعد وحياخد الحصان، ويبدو ان ده حل جيد بالنسبة للاسود، لكنه لا ينتبه الى ان الحبل قد اطبق على عنقه، واليوناني يحضر له مفاجأة شديدة. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. اليوناني كمل في تضحياته بروك بي 7 تشيك، وبعد هذه التضحية الغير متوقعة الابيض بيفوز في كل التفريعات. الرخ ممكن يتاخد بالحصان، لكن دي هتكون نقلة كارثية
لان الابيض هينتفض وهيلعب نايت اتش 6 تشيك، والملك ليس لديه غير نقله وحيده وهي التراجع للاي 8، لكن في هذه الحاله هياخد الفيل بتشيك وتشيك ميت في النقله القادمه، ولذلك لابد ان ياخذ الحصان. وهنا الرخ هتتدخل باف اي 5 تشيك، واذا عاد للاي 8 هيتلقى المات بعد اخذ الفيل، وايضا لو عاد للجي 8 هياخد الفيل بتشيك وتشيك ميت في النقله القادمه، ولذلك افضل مكان هو الجي 7، والابيض بياخد الفيل طالب المات بطريقتين، اما كوين اف 7 تشيك ميت او بيشوب اي 6 تشيك ميت، ومصير الاسود مثل لونه، ولذلك ما يقدرش ياخد الرخ، وانما تراجع للجي 8. ويبدو ان الملك نجا، فالابيض لا يستطيع اخذ الفيل بتشيك لانه محمي بالحصان، لكن اليوناني مفاجاته لا تنتهي، وكمل بشد الحبل على عنق الاسود. يا ترى ايه هي نقله اليوناني؟ صديقي، لدعم القناه لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. اليوناني تألق بروك جي 7 تشيك، نقلة فوق العادية، ودي بالطبع كش مات الا لو الفيل اخد الرخ. وهنا بدأ الابيض في عذابه بنايت اي 7 تشيك، والملك لو ذهب للاف 8 هياخد الرخ بتشيك وتشيك ميت، ولذلك ذهب للاف 7، وهنا الرخ دخلت بإف إي 5 تشيك، والملك لو تراجع هياخد الرخ بتشيك وتشيك ميت، ولا يوجد غير البيشوب إف 6. وبعد الأخذ الملك أخد الحصان، لكن بعد كوين دي 6 تشيك الأسود سلم، لأن لا يوجد دفاع أمام المات الجميلة بعد كينج إي 8 بروك اف 8 تشيك، وبعد الاخذ تجيء المات بكوين اي 7 تشيك ميت. واليوناني خرج سعيدا بدور خالد، واستحق بالفعل الجائزة الاولى للجمال في هذه البطولة. وربما الان تعلمون ما هو معنى المثل اعطاه الحبل لكي يشنق به نفسه. والى اللقاء في الفيديو القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.